السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نشا معاكم، أقدم لكم أجمل تحياتي وتبريكاتي بمناسبة شهر رمضان المبارك. ربي إن شاء الله يعدها لكم بالخير. وأيضا راح أقدم لكم برنامج مطبخ نشا هانم برعاية شركة الطباخ للمنتوجات الغذائية والتوابل الفاخرة. نشكرهم ألف شكر اللي اتاحونا هالفرصة ونتعرف بيكم ومع أكلاتنا الجديدة إن شاء الله. راح نرجع على أطباقنا. اليوم طبقنا الرئيسي هو الطبق الرئيسي همبرجر، وكلكم تحبون وخصوصا بالرمضان ورا الإفطار كلش طيب مع لحوم. احنا اليوم حضرنا لكم طبق همبرجر، عندنا 750 غرام لحم مفروم، وعندنا بصلة متوسطة مفرومة وبعدين عصرنا وخلينا، وعندنا نصف كوب خبز الدقيق. يعني خبز الدقيق انتم هم تقدرون تحضروها بالبيت، انا بعدين اطب التفاصيل. وعندنا ملح، عندنا بهارات الطباخ مال همبرجر، اذا ما عندكم تقدرون انتم تركبوها مثلا قرنفيل وفلفل اسود واي بهارات تحبون. احنا اليوم استعملنا بهارات الطباخ. وثاني شيء عندنا بصفه لازم صمون، احنا نسويها بالبيت مع الهمبرجر، ان شاء الله انتم تحضرون تسووها اليوم بالافطار. عندنا كيلو طحين، وعندنا سمسم على الوجه، وعندنا ملعقتين حليب مجفف، حليب مجفف يعني حليب بودره، وعندنا شويه همينا خميره، ملعقه خميره، ملعقه ملح، ملعقه شكر، بس يكون الشكر ازيد من بقيه المواد. وعندنا بيض وشويه زيت وشويه نسكافيه على وجه، ان شاء الله هذا همينا للتدهين، واعلمكم شلون راح تحضروها. وعندنا حلا، حله اليوم كلش غريبه وسهله وبسيطه، حلوة حاضر جاهزة، الحلوة اللي نسميها حلوة طحينية، هذا ينباع بالسوق مثل مربعات أو بالصحن، أكو بالفستق، أكو بالجوز، احنا استنقينا سادة وياها ليمونة واحدة. هسا انتو تقولون حلا شلون ويا حامض، بعدين من تجربوه يعجبكم. اي فاحنا هسا حلينا، وعندنا جوز للوجه همينا يعجبكم ان شاء الله. اخر طبق هو طبق الرئيسي، يعتبر تزيين السفرة، هو زلاطة الخضار. تشوفون اليوم تنوع بالخضار، تعرفون الجو شوية حمى، والخضار يعني عنده فوائد كثيرة، خاصة الفلفل والمعدنوس. إن شاء الله أنتم هم كل بيت موجود بيها، بس أنتم تنوعون أي شيء تلقون. إذا حتى هذا المزمة ما عندكم تكملوها غير عن خضار. هسا نبدأ بالعمل، أي شغل ياخذ عمل طويل نبدأ به. هسا مثل ما قلنا لكم عندنا كيلو طحين، طبعا هذا الطحين طحين الطباخ، أنصحكم أي شغلة تسوون معجنات طحين الطباخ. هسا نجي نفتح وسط، وعندنا ملعقتين حليب بودرة، هذا حليب بودرة يلين العجينة ويخليها هشة. وعندنا خميرة فوري أيضا مع شركة الطباخ، ملعقة صغيرة. وعندنا رشة ملح يعني مو هواية. آخر شيء عندنا ملعقة كبيرة مع طعام شكر. هذول خلينا نخلطها على كيفنا. شوفوا أول مرة بس المواد الجافة. وعندنا كوبين أو قلاصين مي، ونخلي شوية هم زائد، أخاف نحتاج، بس المي على كيفنا. شوفوا مرات مثل ما قلنا لكم أكو طحين يحب المي، أكو طحين ما يحب المي، على كيفنا نخلي. شوفوا يكون العجينة متماسكة، وإن شاء الله هذا الطريقة هسه تقومون تسوون الافطار، انتم ما تصدقون نفسكم شلون سويتوها وشلون جماليه عنده وشلون هشه احسن من مال السوق. هالطريقه شوفوا يواش يواش على كيفنا، خلينا المي حتى ياخذ قوامه. شوفوا من مره بدينا
هالشكل. وعندنا ربع كوب زيت، هذا هم لا تنسوا. بالأخير نخليه حتى عجينة مالتنا يكون متماسكة. هسه لحد الآن ما نعرف يحتاج مي لو لا. إذا نخليه فد مرة المي راح ما نقدر نسيطر، بس نظل نزيد عليه طحين، بس إذا قليل نخليه نقدر نزيد المي. هذه الطريقة. شوفي شلون صارت عجينة. هسه الجو حمى، احنا فد يعني خبطة نسويها ونخليها بجهة، بعدين وجبة ثانية نجي نعجنة، لأن حتى لا يتعبكم ويكون السهلة. وعندكم إذا آلات الكهربائية تقدرون عجانة تستعملون به. عجينة كلش لينة يطلع، شوفوا هسه تقريبا صار. شوية أخليه بجهة، آخذ المي الأشياء ما نريده. شوفوا هالشكل، هسه كملنا تقريبا. وجبة ثانية همينا نعجنة. هسه هاي عجينة كلش فد لينة وحاضر للصمون، يعني بسرعة يصير، تقدرون بسرعة تسوون. شوفوا العجينة حتى ننظف ايدنا هالشكل. نجيب القفغ مالته نسده. ونخليه بصفحة. نجي ناخذ المواد، بقية المواد، بس هذني باقي للوجه، هذني نبقيهم والزيادة ناخذهم. خلينا نبدل كفوفنا ونمسح همينا الميوزة مالتنا حتى يكون جو ايدنا نظيف ما يتعطل شغلنا. هسه كملنا عجينة تقريبا، اكو نعجنة مرة ثانية ونلبس كفوف جديد. نلبس كفوف جديد. وعندنا همبرجر، همبرجر همينا كلش سهلة وإن شاء الله يعجبكم أنتم تسووها بالبيت. شوفوا عندنا عجينة اللحم متروم 750 غرام احنا استعملنا، احنا أنتم عدد أفراد العائلة. وعندنا بصلة ثرمناه بالرندة وعصرناه لأن بيها مي مر، ما ممكن رأسا نعصره على الهمبرجر، همينا يسويها لينة ما يعني ياخذ شكله حلو. فاحنا سويناها بالرندة. وعندنا نصف كوب خبز الدقيق. خبز الدقيق انتم تقدرون تحضروها بالبيت، مثلا قاعدين دا تاكلون او بالفطور او بالسحور، يبقى لكم فضلات الخبز تنظفوه وتخلوه فد صينية، تخلوها داخل البيت فد مكان نظيف، وبعدين تطحنوه. من تطحنوه تخلوها على الشيشة وتشيلوها بالبرات. هسه تقريبا احنا راح نعجن الهمبرجر. عندنا 750 غرام. قيمة لحم مثروم عندنا. شوفوا بس ما نخلي بيه الدهن هواية، لأن حتى ينطينا شكل حلو وطعم جيد. وعندنا بصلة، بصلة واحدة. شوفوها أنا شقد ما عصرتها صايرة مثل طوبة. شقد ما يكون بصل مالته زيادة يكون أطيب. شوفوا هسه هذا عجنة. كلكم تقدرون حتى مال لحم دجاج تقدرون تسوون قيمة، وبعدين يعني لحم تترمون مثل ما سوينا حضرنا. هسه عدنا احنا استعملنا فلفل اسود طبعا من شركة الطباخ. شوية الهمبرجر لو يصير حار يعني فلفل زيادة يكون احسن. هذا عدنا ملح
حسب الذوق، تحبون كلش مالح، تحبون ما يصير مالح، انتم على راحتكم. احنا خلينا قاش ملعقه، وعندنا بهارات الهمبرجر ايضا مال شركه الطباخ. واحنا اختياري همينا شفنا اجا ايدنا مفتوم المطحون مال شركه الطباخ. واذا تحبون اكو ناس ما يحبه، احنا قلنا خلي نستعمل شويه ينطي نكهه. شوفوا، وعندنا نصف كلاه كوب خبز الدقيق مثل ما قلنا لكم، حتى لب الصمون مرات اطفال يطلعوها وانتم لا تدبوها، همينا تستفادون بغير شغلات كباب طاوة. يعني ليش حرامات واحد يدب الخبز هم الله ما يقبله، فانتم هم تستفادون من عنده. شوفوا هالشكل، هالشكل نحضره مثل كباب الطاوة، بس ريحته كلش طيبة لأن بهارات الطباخ ينتي نكهة كلش قوية. شوفوا شقد ما نعجن يكون أحسن. هسه عجننا تقريبا، إذا ما عندكم ثوم بودرة تقدرون ثوم بالرندة تبرشون على اللحم وتعجنون. لو اللحم مو مرتين ينضرب على الماكينة، لو مرة واحدة حتى حبات اللحم يبين ويكون هم شكله طيب حلو هم طعمه طيب. مش قد ما نعجنه يكون أحسن. هسه تقريبا كملنا، هسه وضع حاضر، نجي نحمل الفرن الطباخ أول مرة. بسم الله، أي أكلة نسويها لازم بسم الله، لأن بسم الله بيها بركة وينطيكم بركة بالأكل ويكون شافي للجميع إن شاء الله. هسه خلينا الطاوة، نجي شوية زيت مو هواية، هلقت الزيت نخليه من إيدنا. هسه تقريبا هسه الدهن بالفرشة نمشي على الطاوة حتى يلزم كل مكان ويحمى، ورا ما يحمى نجي نشكل. شو نشكل؟ أي بيت عنده قطخ، إذا ما عندكم قالب، إحنا ليش استعملنا هذا؟ لأن حتى كلكم تستفادون، إذا ما عندكم ماكينة أو قالب مال همبرجر، تقدرون تاخذون فد قفخ، أي قفخ من قناني أو أي شيء. إحنا استعملنا هذا ونفرش عليه النايلون، شوفوا، ناخذ كمية، نخلي على القفخ، ما يحتاج لا تشكيل ولا شيء. بس ضغطنا عليه، شوفوا هذا الشكل، حتى بس نثبت الأطراف يكون يطلع حلو وثابت. من يتغزر الدهن يعني يحمى الدهن واحد واحد نخليه. هسه نجيب فد ماعون حتى خليه هنا، نجيب هذا بس شوية يحمل الصحن، بعدين نبقى نخلي عليه إلى أن يحمل الصحن. وإحنا عدنا مثل ما قلنا لكم حلاوة وعدنا زلاطة طلعانة، هسه هذولا كلش بسيط. وإلى أن يحمل الصحن الطاوة نروح نشغل الفرن. شغلنا حتى يحمل الفرن لأن الحلاوة ما يحتاج، هو حاضر. شوية لو نخلي بعصير ليمون
يكون جاهز. شوفوا بهذه الطريقة، اللي يريد يشترك البرنامج وهسه حاليا أرقامنا أسفل الشاشة وننتظر تلفوناتكم. شوفوا هالشكل، بس نضغط يعني ما بيدنا ولا ما ننطي أي شكل داخل القطق، بس أهم شيء نركز عليه ونضغط من الأطراف، خاصة الأطراف يكون عدلة. شوفوا كلش بسيطة، الكل واحد يقدر يحضره بهالشكل. شفتوا يعني كلش بسيط وأسرع ويطلع أحسن من مال السوق اللي تاخذوه ما تعرفوا شلون شن حاطين بيه، وهذا أنظف وكل واحد بيده يسوي أكل يكون أطيب. حتى هذا الشباب يقدرون يسووها يحضروها، الشباب هواية يحبون همبرجر. يا أهلا وسهلا سيد كرار، أهلا وسهلا، تفضل. كبيرة. ألو، نسمعك سيد كرار. ألو ألو، يمكن ما يسمعنا، شكر لاتصالك، أشكرك. هسه حاليا هالشكل نحضر كم وحدة حتى واحد ورا الثاني يكون جاهز. وهذا البهارات الطباخ بكل شغلاتكم يفيدكم، يعني ما عنده شيء ما يدخل بالأكل، كله بهارات أنواع وأشكال والمواد الغذائية مثل ما قلنا لكم. كليتشة حاضرة، طحين حاضر، والبيتزا، وإحنا إن شاء الله بيتزا هم نسوي لكم فد يوم. شوفوا يمكن البرنامج الثاني ثالث أحضره لكم حتى منها ستحضروها. هذا خامس واحد، ايش قد ياخذ طاوة مالتنا. يا اهلا وسهلا سيد كرار. الو، ظاهر من بعيد تخابر السيد كرار. الو، همين يمكن انفصال ما نسمع صوته. نشكر على تلفونك، على اتعابك يا سيد كرار، اسف جدا يعني ما سمعنا صوتك، ان شاء الله مره ثانيه ننتظر تلفونك. شوفوا هسه كملنا تقريبا، هذا ما اخليه الى ان ما نحركه، الى ان يستوي الجواته يلا نحركه. شوفوا بهالشكل واحد ورا الثاني، تقدرون تسوون سندويش او تخلوها الصحن، صحن التقديم. شوف هسه اكو مكان اريد اسوي فد مكان، اخليه بالوسط حتى يكفينا الوقت على الصمون على غيره. شوفوا الشكل ايش قد حلو، احلى من مال السوق والله العظيم. لو مره تسووا تحضروا بعد ما تعوفوه، وخصوصا اذا استعملتوا بهارات الطباخ. شوفوا ما يحتاج حتى هذا، مو دهين، احنا حتى اللحم ما خلينا هوايه بيدهن، وانتم على كيفكم، اكو ناس يحب الهمبرجر يكون دهينه، فاحنا ما خلينا دهن هوايه، حتى القيمه خلينا صفر دهن يعني حتى لا ياثر علينا. شوفوا هالحاله تقريبا بقالنا واحد كملناه وقدامكم سويناه. شفتوها ايش قد اخذ وقت، ما اخذ عندنا اي وقت، مثل ما قلنا لكم اذا تحبون تسووها باللحم الدجاج، اذا اكو ناس ما يحب اللحم، او هسه حاليا عندكم لحم مترون مال دجاج تقدرون تسووها. حتى اذا تقدرون هذا الاحجام كبيرة عليكم هاي القطق، احنا على مود وقت اخذنا القطق الكبير، انتم تقدرون تاخذون اصغر من هذا وتعملون.
شوفوا هذا كملناه. بهارات يجنن، عنده فد طعم فد ريحة ما تصدقون. هالشكل خلصنا تقريبا 8 قطع صار عندنا، 750 غرام. بس احنا ما غشينا ترى، دير بالكم برا بالسوق يغشون، يخلون انواع واشكال، واكثر شيء دقيق الخبز، واحنا بدون غش ودرجة اولى طلع عندنا 8 قطع. لازم نقلبه حتى لا يحترق. هذا اخر واحد كملنا. يا اهلا وسهلا نرجس، تفضلي عمري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إليك وعلى كل ما بغداد، أهل البغداد. رمضان كريم. أجمعين إن شاء الله. أشكرك عمري، تسلمين للجميع. ممكن أعرف مقادير البقلاوة؟ إن شاء الله هساعدها إليك عمري. دللين دللين. وهمنا إذا ما وصلنا على التعاريف، وإن شاء الله عندنا حلقة نسوي بيها بقلاوة. أسهل طريقة وعجينة حاضرة إن شاء الله. تأمرين بشي نرجس؟ لا شكرا. اليوم شنو طابخين؟ دولمة. والله والله بقلبي جدت قبلش أقول لك طابخين دولمة، يعني ريحة دولمة مالتكم يجي هنا مو هيك؟ ها؟ والله العظيم تصدقين، يعني أنا ردت أقول لك دول ما طابخين، أنت رأسا سبقتيني. شكرا. بالعافية عليكم حياتي. نجي نصير فطاركم؟ بالعافية بالعافية عليكم، ورمضان مبارك إن شاء الله ربي يعدها لكم من غير ما تتأذون وتشكون إن شاء الله. شكرا على هالاتصال نرجس، واشكر على تليفونك، وان شاء الله ننتظرك المره القادمه ان شاء الله، واي اي اكله بنفسك احنا بالخدمه. شكرا جزيلا. هسه كملنا تقريبا كملنا الهامبرجر، بس باقي لنا شويه يشوى. هسه هم نبدل الكفوف مالتنا. ليش؟ لان استعملنا لحم مثروم بها ثوم بها شو اسمه البصل، ما ممكن نستعمله لان عندنا عجينه صمون، هذا يحتاج بدون ريحه ونظافه. ومو بس هذا، اي اكله اي اكله سويته لازم تحافظون عليه لان يتوسخ بها ريحه البصل، ما ممكن تستعملين غير شيء او العجينه. شوفوا تقريبا احنا كملنا الهمبرجر، بس لازم نراقبه حتى لا يحترق. هذا شويه مجامده، خليه يجمد. كل بين شويه نغرع. يا اهلا وسهلا سيد احمد، تفضل. يا اهلا وسهلا سيد احمد. الو، يمكن انقطع الكات اتصال. جانا تليفون ثاني، محمد، سيد محمد تفضل. اهلا بيك، يا اهلا وسهلا سيد محمد. اهلا وسهلا، تفضل عيني، رمضان مبارك علينا وعليكم ان شاء الله. رمضان كريم علينا وعليك العراقيين اجمعين ان شاء الله. اخاف انتم هم اليوم طابخين سمك مو هيك؟ هي هذا محتاج بالجنوب العراق. ما شاء الله، بالعافيه عليكم. ربي يحفظكم ويطول عليكم. اجمعين اجمعين ان شاء الله. شلونكم سيد محمد؟ شلونكم ويا رمضان؟ والله اجواء جيده الحمد لله والشكر. يعني بس وضعيه كورونا شوي عزمه الوضعيه. ان شاء الله يروح من عندنا، وبس يظل اثر ويظل كلام ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ورمضان ادعوا لنا وادعوا للجميع ان شاء الله ربي يفضه بسرعه. ربي يحفظ العراقيين ويحفظ العالم الاسلامي اجمع. اجمعين يا ربي، ويحفظنا القناه الفلوجه اللي اتاحت لنا الفرصه نتعرف عليكم ونطبخ لكم احلى اكلات. شكرا شكرا لكم، شكرا لجهودكم المبذوله. يا اهلا وسهلا سيد محمد، شكرا على اتصالك. شكرا
ننتظر منك. ما محتاج اي تعريف او اي اكله او بالك؟ لا شكرا لكم، ماكو داعي. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا سي محمد، نشكر على اتصالك وان شاء الله ننتظرك دائما. نشكر سيد محمد اللي خابر بس يسلم علينا، ما راد ولا مقادير ولا شيء، ظاهر هو طباخ او زوجته طباخ اذا متزوج او عائله طباخين، طبعا عراقيين يطبخون احلى اكلات، بس احنا مرات نتنوع. شوفوا بس باقي لنا شويه يا حمار ونطلع واحد واحد. نجي على العجينه مره ثانيه، لان هسه هدى العجينه، هسه نقدر نعجنه. شوفوا شلون بسرعه نقدر نعجنه هالشكل، حتى الكعب ناخذه، لو ناخذه هنا فوق المس يكون احسن. شوفوا عجينه كلش متماسكه، ايش قد ما نعجنها يكون احسن. هسه تقريبا حاضر، نخليه بصفحه. شوفوا هسه نخليه بالصحن مالتنا ونقفقه الى ان يهدى مره ثانيه، بعدين نشكله. هسه نمسح الميز مالتنا حتى ينفتح جوا ايدنا. هسه همبرجر تقريبا على وشك الاستواء، عندي قاشوقه واطلع قاشوقه ثانيه، اكو قسم صار يعني. شوفوا خاصة هذا نطلع هذني، لازم كل بين شوية نقلبه حتى كل مكان بمستوى واحد يصير احمر. شوفوا حتى بالايد نقدر نسويها لا ينزل. كملنا مثل ما قلنا لكم كلش بسيط، واللي يقدر يخابر علينا وارقامنا اسفل الشاشه. هسه هذا هم حاضر، شويه باقي كم واحد نطلع. هسه نجي على التدهين، عندنا سمسم وعندنا شويه حليب وبيضه واحده وعندنا نسكافيه، نسكافيه ينطي فد اللون حلو. وقبل ما نروح على وجه التدهين نجي على حلاوة. عندنا حلاوة مثل ما قلنا لكم، حلاوة جاهزة، حلاوة طحينية، بس مردناه. شوفوا يعني حتى لا يبقى تكلل هواية، شوية يبقى ما يخالف، بس مرة لو تحضروها ما تصدقون شلون تصير. هذا حلوة ما ينكل هيك، بس من يصير بيها ليمون وش اسمه الجوز تعجبكم بس تاكلون. شوف الكتل الكبار همينا، والفرن حار، مرات من يفطر من ايدنا يقولون يجي لكم فطار، هسه احنا يجي لنا فطار. هذا ولا صار نطلعه ونطفي الطباخ. شوفوا بسرعة صار، ثمان قطع، وطبعا مثل ما قلنا لكم دسم بدون غش بدون اي شيء. هذول شوية خلي يبقى بالطاوة، ولو طفيناه شوية بالحرارة الطاوة يستوي. هسه كملنا الحلاوة، شوفوا هالشكل، نعدل السطح مالته. وعندنا عصير ليمونه، هسه الليمونه نص عصرناه والنص الثاني نعصره. شوفوا كل شيء يدوي استعملنا، حتى لا تقولون هذا ما عندي هذا ما عندي شلون. شوفوا هذا بس نمشي من فوقه. هسه تقولون ليمونه ويا حلاوه شلون تصير، بس تخلوها على الفرن يطلع غير حلوه، مو هذا الحلوه، حلوه يعني كلش مشهيه. انا على كيفي انزل العصير حتى كل مكان ياخذ.
عندنا جوز وجوز هيك نخليه، اذا تحبون تزودوا تسدون الفوة مالته يعني الفوق السطح مالته كله بالجوز، بس احنا لا قطعات حتى لا يصير كلش دسم. هسه فرن حار راح ناخذه على الفرن. شوفوا كلش بسيط، الحلاوة حاضرة والليمون والجوز. هسه خلينا على الفرن، نجي نشيل المواد اللي ما نستعملها، نقلب الهمبرجر. شوفوا حتى طافي وطاوة حارة، العجينة مالتنا حاضرة. ونجي نحضر السلطة، السلطة بهذا نعجه ان شاء الله. شوفوا عندنا خس، اخذنا اللب مالته نظفناه وغسلناه وترمناه. هسه ناخذ ولو نهاية الخس، وعندنا فلفل اخضر. شوفوا فلفل زودنا، هاي الزلاطة ما ينحط بها الطماطم ولا خيار. فلفل اخضر، فلفل احمر، شوفوا قطعناه هيك صغار صغار. وعندنا ذرة، الذرة مطبوخة حاضرة نخلي بيه. وعندنا لبن والمايونيز، وعندنا عصيرة نص عصيرة ليمون، هسه نص خلي بداخلها. وعندنا معدنوس النص خليه ونص للتجميل إذا ردنا، ما نزود بالمعدنوس، نوخره. وعندنا ليمون، وعندنا مايونيز ولبن. بس أطلع الهمبرجر حتى لا يحترق. شوفوا ايش قد حلو، انتو مثل ما قلنا لكم تقدرون تحضروها بالبيت. هسه ايش بقالنا؟ البقالنا هذا نخلطه على كيفنا، ونخلي 3 ملاعق مايونيز. اذا تحبون مايونيز بالثوم او تحبون ما تحبون ثوم تقدرون مايونيز سادة. نخبطه، وهذا اطيب سلطه، وان شاء الله انتم هاليوم تسووها مثل ما قلنا لكم. اذا مثلا ما عندكم فلفل احمر، ما عندكم فلفل اخضر، اي شيء موجود بالبيت تقدرون تخلوها. شوفوا هذا كلاص، كاسه لبن، و3 ملاعق مايونيز. شوفوا الجماليه مالته، لان الوان ومشهي نفس الوقت. نكمل كلها هالشكل. نغير، نطلع المواعين، نضال نخبط هالشكل. الصمونة العجينة مالته حاضر يعني، بس احنا ننتظر ليختمر. ليش حضرناه قبل الكل؟ حتى يختمر وبعدين نقوم بطريقة العمل. هذا هم كملناه تقريبا، وشوية عصير ليمون والملح اثناء التقديم، يعني من هسه ما نخلي اي زلاطة، قلنا نخلي ملح يذب مي. هسه نمسح الميز مالتنا، كملنا تقريبا. هسه نجي لتدهين الصمونة. هسه عندنا بيضة واحدة، نطلع فد شوقة أو قاشوقة ماكو فرق، كسر فد بيضة على هذا الشكل.
خلينا نشيل الماء. نسينا أن نلبس كفوف رأسا، أحس ما أتحمل. شوفوا نطرقها إما بالقاشوقة أو بالشوبل بالشطر. هسه هذا حضرنا، شوية ناخذ زيت. وعندنا حليب، حليب همينا ينتفد لمعان على الصمونة. شوفوا نمسح الميزة مالتنا، والسمسم للوجه يعني ورا ما ندهنه بالبيض والحليب، وشوية نسكافيه. نسكافيه اعتيادي اللي نستعمله، هذا ينطيها فد نكهة وفد لون. هسه نخليه يموع بيه، بعدين نطرقه. نشيل المواد الزائدة. هسه حضرنا سلطة وحضرنا الحلوى، وهذا للتدهين الصمون. ونجي نحضر ولو شوية مو هالقد مختمر، يعني يرادلها فد نص ساعة وأكثر. نجيب الصينية مع الفرن، ونجيب كاسة زيت. خلي قبل ما نبدي نشوف، نراقب الفرن. شوفوها هسه بعدها. نجي نتكور العجينة على شكل كرات. أول مرة ندهن إيدنا هالشكل، ناخذ حسب ما نريد أحجام هالشكل. ولو احنا فت صينية محضرين وجايبين من البيت، بس شوينا هنا بالفرن، وهذا نخليه يختمر، بعدين نخلي نرجعها على الفرن. شوفوا هالشكل. كله نفس الأحجام. حقيقة يعني يطلع صمون مال همبرجر. شوفوا نخلي بيناتهم مسافات. ليش؟ لان من نشوي يعني ياخذ شكل المضاعف، حتى لا يعرقل بالشكل ولما يلزق واحد على الثاني. هالشكل هذا طلع شويه صغير هالشكل. شفتوا وحلاوه مالتنا بالفرن. الحلوى مثل ما قلنا لكم حلوى طحينية جاهزة، كلش سهلة وبسيطة، بس انتو شوية تزيدوها شغلات وتعجبكم تاكلوها وتسويها يومية. هذا كملنا. شفتوا طلع ستة، بس من يختمر يطلع زيادة. شوفوا هسه كملنا. نشيل هذا، ندهن الوجه شوية بالزيت وشوية نضغط عليه. من ضغطنا شوية ياخذ شكله حلو. وفرن حار ذاته حبيب نحضره قبل ما نبدأ بالعمل. هسه كملنا ونطلع الفرشة مالتنا. أول مرة لازم ندهن، نطرق البيض. شوفوا ما عبيها المسكافيه تقريبا. شوفوا هالشكل. هسه نبدي نزين الوجه بالبيض. هذا النسكافيه تعرفون ايش خليته؟ مثل بداية البرنامج قلت، يعني يمطي فد نكهة وفد لون خرافي، يعني لونه كلش حلو يطلع. احنا اليوم خلينا بس شوية يعني زيادة حمصنا، واحنا نحب نكون حمص اكثر.
هالشكل. شوفوا يعني إذا تحبون تسوون اليوم تقدرون، من هسه تعجنون العجينة ويا الإفطار يكون عندكم صمونة همبرجر جاهزة. وإذا تحبون همبرجر همينة تقدرون تسووها بالدجاج أو مثل ما قلنا لكم باللحم. شوفوا هاي إيدي اليسرى استعملت لأن إيدي الثاني مبلل، من أخلي السمسم يلزق علي على إيدي هالشكل. هسه هذا رأسا ما نخليه على الفرن، نبقيه يختمر مرة ثانية. من يختمر مرة ثانية يلا نقوم نشيله على الفرن. ولا تنسوا من تخلون على الفرن، انتو خليته مثلا سيغ الوسطاني، لازم من جوا بس يكون معلوب. اول مرة يكون الفرن كلش حار، وبعدين للوسط تخلون، وثانيا وتخلون معون صغير مع الفرن، اما شو اسمه هاي الالمنيوم الجاهزه او عندكم فاخفون، تخلون ماي جواته حتى ياخذ بخار يكون شكله مثل ما السوق. ايه هسه احنا نخليه بين ما تختمر، ناخذ فاصل من اذنكم، ان شاء الله ورا الفاصل نكون وياكم. بعد فاصل قصير رجعنا همينة وياكم برعاية شركة الطباخ للمنتجات الغذائية والبهارات الفاخرة. نقدم لكم أحسن وأحلى أكلات الطيبة إن شاء الله خلال رمضان، ويعجبكم وأنتم هم تكونون ويانا تطبخون، وندعي لشركة الطباخ اللي تاحتنا الفرصة. هسا نجي من الصمون، خلينا اختمر، شوفوا صار ضعف مرتين ضعفه، لأن هسا من نطلع الحلاوة من الفرن راح نرجع على الفرن. وعندنا همبرجر، همبرجر أخذنا 750 غرام لحم مفروم. إذا تحبون شوية تخلون بيها دين، أنا ما خليتها لأني صحي أكثر. إذا تحبون باللحم المفروم مع الدجاج كيفكم. إحنا أخذنا 750 غرام، نصف كوب أخذنا خبز الدقيق. خبز الدقيق أنتم تقدرون تسووها بالبيت. خبز الدقيق هو من فضلات الخبز الزائدة، مثلا لب الصمون أو أطراف الخبز، أو مرات أطفال يكسرون ما يأكلون، هذا مرات أشوفها ناس يدبه بالزبالة. استغفر الله لا تسووا هذا شغلة، لأن رب العالمين يغضب علينا، ولازم نستفاد من عنده ونقطع نخليه في الصينية بداخل البيت في مكان نظيف، من يصير يابس ناشف، وبعدين بالمكسار أو بالخلاطة مع البيت تاخونه مع البيت تطحنوه وتخلوها بالقزاز مو بلاستيك، بالشيشة. أنواع الشيشة عندكم، أنواع القزاز عندكم، القنان صغار، أي شيء بس يكون قنينة زجاجية. ورا ما تخلون تحفظوها بالبراد، يعني بالثلاجة مو مجمدة، بالبراد. أي وقت تستفادون الهمبرجر، للكباب الطاوة، أنواع الأشكال والكنتاكي، هذا إنتاج بيتكم يصير. هسه راح نرجع الحلاوه من الفرن حتى نفرغه، نودي الفرن الصمون للفرن. شفتوا فتشي كلش خرافي، وان شاء الله انتم يصير مثل معجون، طعمه غير شيء، يعني طعم الليمون ما يجي من عنده. رجعنا على الفرن، وعندنا الزلاطه يم الهمبرجر مثل ما قلنا لكم، زودناها بالاكثر شيء بالخضار. الخضار اليوم الخس، اذا تحبون بس تاخذون كبير، اذا تاخذون لب مالته، وافترمنا مثل زلاطه، وعندنا فلفل احمر وفلفل اخضر، انتم تعرفون اذا تحبون فلفل اصفر او اي شيء خضار بيت بالبيت مع صلايد تقدرون تخلوا. احنا ما هذا الزلاطه ما تحب لا خيار ولا طماطم، احنا خلينا فلفل احمر. شفت
حطوها كوب لبن مع 3 ملاعق مايونيز، اذا تحبون مايونيز بالثوم او ساده، احنا خلينا مع الثوم حتى ينطفئ نكهه كلش طيبه. وعندنا اذا تحبون شيكو عندكم بالبيت زينوها، فاحنا اخذنا الشبنت وزينا بيه هالشكل فقط، ما نزيد عليه، هذا ينتي جماليه اكثر. هسه عندنا الهمبرجر كملنا، والصمون، والصمون مثل ما قلنا لكم كيلو طحين فرغناه على الصحن، واخذنا ملعقه شكر، ملعقه مال طعام، ملعقه مال شاي، ناخذ ملح، ملعقه مال طاطلي يعني مال كوب، اخذت خميره، طبعا خميره مال طباخ والطحين مال طباخ، انصحكم يعني تسووها نفس من مالتنا تحضروها، يعني يكون احلى احسن من مال السوق. وجبنا كلاصين وماي، كلاصين ونص، او تحبون تزيدون او تخلون بصفكم طحين، مرات واحد من ايده يروح زياده الماي يصير سائل، فلازم نحتفظ على هذا. مثل ما قلنا لكم اي معجنات طحين بيها مي بيها لازم جوا ايدنا مي والطحين زياده. عجنا وتركناه فد 5 دقائق الى انهدى، وعجنا مره ثانيه، وبعدين سوينا كرات شفتوها على، بس خلينا مسافات بيناتهم يعني حتى واحد لا ينلزق على الثاني وينتج جماليه اكثر ويبقى شكله حلو. وبعدين حضرنا الصلصه في صوص للتدهين، مثلا اخذنا بيضه واحده وشويه حليب، ملعقتين حليب وملعقه شو اسمه الكاكاو نسكافيه اللي تموع بسرعه حتى بالمي بارد، شفتوها شلون ماعت، يعني نسكافيه اعتيادي اللي نشربه، خلينا نسكافيه والحليب وشويه زيت، وبواسطه الفرشه دهنا الوجه الصمونه، وبعدين خلينا على السمسم، اذا تحب تخلي حبه سودا حبه بركه انتم كيفكم، احنا استعملنا سمسم. وهسه احنا حاضر صمون مالتنا اللي حضرناه من البيت، شوفوها هالشكل، نجي نسوي لكم فد سندويش. تقريبا 25 دقيقة تخلوها بالفرن إلى أن يحمر وجهه. شوفوا احنا ناخذ أي صمونة عدلة هذا نسويه. بسم الله. نقطع أول مرة. شوفوها ايش قد هشة. أرجعها ويرجع ثاني. شوفوها. كلش طيبة وأحسن من مالت السوق. احنا هسه الادوات ما كنا محضرين، نسوي لكم لفه بس اللي بمطبخ كل شيء بيها الحمد لله، ولقينا اشياء. هسه حلقات طماطم شوفوا، وعندنا خس اللي ترمناه قطعتين، اول مره نخلي الخس وبعدين الطماطم هالشكل، وشويه نزيد عليه كاتشب، كاتشب مع شركة الطباخ ينطي نكهة كلش طيبة. شوفوا هالشكل، هي من طبيعية طبعا تعرفون يعني كلش درجة أولى. ونخلي الهمبرجر جبن، أما تحبون جبن قشقوان أو أي جبن، هذا مش شوي نزيد عليه كاتشب. وإذا تحبون هو الهمبرجر حار، من تخلون شو اسمه الجبن يموع. هسه احنا ننظف الميز مالتنا. هسه بس ننظف ونخلي همبرجاية لأن ما أقدر أشتغل إذا ميز وسخ. وهسه ناخذ همبرجاية. شوفوا إذا تحبون طبقتين تسووها يكون يطلع أحلى، وننظف الأطراف بالكلينكس. شوفوا يعني من كسرنا الصمون وصلنا قطعتين. هسه كل شيء حاضر عندنا، وإن شاء الله أنتم هاليوم تحضروها بإذن الله. وإذا كان همبرجر مثل ما قلنا لكم كان يعني حار يموع الجبن، بس هسه احنا بارد شوية بنخلي. إذا تحبون تسووها توست بالماكينة التوست هم ينطي نكهة حلوة ويموع بها الجبن،
وإن شاء الله يعجبكم. شوف الصمونة إيش قد حلوة صارت، نفشة شوفوا، من أضغط عليه يرجع كما هو، شوفوا كلش طيبة. وإن شاء الله أنتم هم تسووها، بس أنصحكم طحين شركة الطباخ، هو كل منتجاتها جودة يعني يعجبكم إن شاء الله، ما يفارق مطبخ مالتكم. دائما تحضروها من شركة الطباخ منتجات الغذائية والتوابل، وعند أنواع المحلبي دولدرما مثل ما قلنا لكم، حتى الكشمش والملح كل شيء عندنا. هسه كملنا همبرجر مثل ما قلنا لكم الأكلة الرئيسية، وكملنا الصمونة. ليش سوينا صمونة يمه؟ حتى من تسوون همبرجر لا تعرقل شغلكم، نروح على الفرن ماكو اكو، بالبيت جهزوها قبل ما تحضرون الهمبرجر، حضروا الصمون، لان صمون هم ما ياخذ وقت، كله نص ساعه بس يختمر يطلع احلى صمونه. ثاني اكله عندنا يم الهمبرجر عندنا السلطه خضار. السلطه الخضار جبناه خس وثرمناه قبل شيء غسلناه، يعني يكون علمكم بدون ما تعلم. اي خضروات تجيبوها اذا عندها تريدون تثرمون اول مره تغسلوها نظيف واحد واحد. شلون يعني؟ حتى اذا بيها لا سامح الله حشرات او وساخه، اول مره نغسله ورق ورق. ليش؟ حتى نتاكد من النظافه. بعدين نثرمه. اذا احنا ثرمناه مثلا حتى السلق، حتى الكرفس معدنوس، اذا ثرمناه فهذا الحشرات والاوساخ يبقى بين التجاعيد هيك مطبق، ما يطلع ورا الغسل، الا لازم هو صحيح اوراق صحيحه نغسله بعدين نثرمه. واحنا ثرمنا للخس وبعدين جبنا فلفلايه اخضر واحمر واصفر كيفكم، وبرتقالي اكو انواع الفلفل، يعني فلفل اربع انواع، اخضر واحمر اصفر وبرتقالي. احنا استعملنا اليوم اخضر واحمر على اساس نستعمل اصفر، بس ما لقيناه ولقينا احمر بداله. هذا نقدر ناكله ويا الطبق الرئيسي، هو بوقت الخير هذا للرجيم، وخاصه لتخفيف الوزن، او يعني صحي دسم وبيها لبن، واكله يعني مثل ما نقول لكم اكله رئيسيه يعتبر. يعني مرات ناس ياكل سلطه بس هذا بيها فيتامينات، والخضار تعرفون ايش قد عنده فوائد، والفيتامينات دي جي كلها موجود بيه، لان حديد بالفلفل، الفلفل خاصه تعرفون يعني مقوي جدا جدا. وعندنا كوب لبن وثلاث ملاعق مايونيز من شركه الطباخ استعملنا، هسه ما جبنا، يمكن تشوفوها هناك في الاعلان. ثلاث ملاعق مال مايونيز مال ثوم، يعني مو ساده، شوي ينطي نكهه ازيد. وخبطنا كلها، وبعدين شفتوها بالاخير خلينا ملح، وفرغنا على طبق التقديم وقدامكم. الطبق الحلو الحلاوه الجاهزه، الحلاوه الجاهزه مثل ما تعرفون اكو بلوكات، اكو بالمواعين الحافظه، نسميها الحلاوه الطحينيه. كل مكان يسوي بيها راشي، يعني طعمه حلو بس ما تقدر تاكل هواية. اذا تسويها هالشكل، احنا جبنا مثلا 500 غرام حلاوه فلسناه، يعني قطعناه مردناه وخلينا بالبايركس. ابسط شيء جبنا ليمونه واحده، انتم جربوا هذا شوفوا ايش قد حلو طعمه، ما تصدقون. يعني هسه صار مثل علوجه، فقاعات، ما بقى حلاوه بي مثل فقاعات. وشوية لو ينحمص أكثر الجوز ينحمص وياه، يعجبكم هواية هواية. احنا ما خلينا، بس مردنا وعصرنا فد ليمونة، ليمونة تازة لازم، وبعدين ما نخلطها بس للوجه، نمشي على وجهها، وبعدين رتبناها بالجوز، دب الجوز أي الجمل يسموها، رتبناه وفرن نحميه قبل ما نخليه، وحمينا الفرن. وهذا همينا ما ياخذ ثواني، يعني انتم شفتوها اليوم اكلنا كله سريع وما اخذ وقت، وانتم بالبيت قاعدين تقدرون هاي الطبق خلال نص ساعه تحضرون لكم وعائلتكم، ويكون اكله من ايدكم. مثل ما قلنا لكم انتم قاعدين تعلمتوا اشياء هوايه،
يعني ماكو كسالة هسه، واحد يقول اشتهي كباب، اشتهي همبرجر، نطلع ناكل برا، هسه كله بالبيت. ان شاء الله يعجبكم هالوصفة، وباذن الله وصلنا للختام البرنامج. ان شاء الله برعاية شركة الطباخ نكون دائما وياكم، ربي يحفظهم ويحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله حلقة ثانية وحلقة وراها نقدم لكم اللي تطلبوه باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.